الفشل من مؤامرة إلى تطهير وحل سرتك الخير، هذا ما قلت. نعم، وقلت أن كلمة التطهير ما لها إلا تغيير لفظي فقط. السياسة هي نفسها محاولة السيطرة، تبرير الفشل أولا ثم محاولة السيطرة على كل السلطات في البلاد، على كل الإدارات. واليوم ينتقل بعد ما سيطر على القوات العسكرية والأمنية، وشفنا المرات الأولى القوات الحاملة للسلاح وما تبعها من نقاشات، سيطر على مجلس النواب، سيطر على مجلس الأعلى للقضاء، سيطر على الهيئات المستقلة اللي كانت مستقلة. نعم. اليوم قيس سعيد ينتقل للسيطرة على الإدارة، ودائما بنفس الفكرة المركزية هي المؤامرة. وقلت أن الكلمة التطهير اليوم هي مرادف لكلمة المؤامرة، ولكن كلمة جديدة باش يلهي التونسيين ويعطيهم كلام جديد. المؤامرة اللي باش يطهر الإدارة، ينظفها من المعرقلين لسياساته. يعني هو يحب ينظف الإدارة ولا يخرج من الإدارة كل معارضيه، كما خرج من مجلس النواب، خرج القضاة اللي ما يستجيبوش للأوامر. اليوم يحب يسيطر على الإدارة ويخرج منها كل من له نفس وطني، كل من يقف في وجه التدمير الشامل اللي يقوم به قيس سعيد. نلاحظوا أنه قام من الأول بسياسة التدمير الشامل للمؤسسات وتدمير شامل للدولة، واليوم سيدمر، بدأ بتدمير الإدارة والسيطرة عليها سيطرة مطلقة. اليوم التطهير بالمعنى اللي يقول فيه قيس سعيد إخراج وإبعاد كل من يعارض سياساته، كل من لا يستجيب للأوامر، كل من لا يستجيب لرغبات الرئيس الأوحد. وبالتالي هو يقول يا أستاذ بكار، إدماج، وهنا اسمح لي لحظة، إدماج المناصريه، المناصريه اللي يستنوا منذ مدة في مراكز جديدة. هو يقوم، وسنبقى نعاني في تونس كل ما يجي حد يفرغ الإدارة ويعبيها بجماعته. قيس سعيد يفرغ اليوم الإدارة باش يعبيها بجماعته والموالين له، وبالتالي هو في حاجة إلى إفراغها من كل نفس مقاوم، كل نفس يدافع عن المكاسب اللي في الإدارة هذه. ما تماش حتى سياسة للإصلاح. هو قال يعيقونا، هم عقبات تعيق سير عمل الدولة. قال المشاريع موجودة، الأموال موجودة. هذا معنى التآمر. سياسة الدولة ما هي؟ هل عندك فكرة يا أستاذ ولا التوانسة؟ هل عندهم فكرة واضحة عن السياسات التي يتبعها قيس سعيد ويريد تنفيذها والإدارة منعتها؟ اليوم ما نعرفش سياسي تونسي ولا مواطن بعقله، حتى قيس سعيد بذاته يقول لنا ما قالش يوما ما هذه السياسة نحب ننفذها، وهذه هي الخطوط العامة للتنمية الاقتصادية، هذه الخطوط العامة للثقافة والتعليم. نعم. يحب يسيطر فقط على الإدارة ويغطي على الفشل بفكرة التآمر اللي بدل لها الاسم وأصبحت التطهير. جيد. عشان كلمة ربما نعم. تأثر على الشعب التونسي.